دائما بحكي الدنيا مساء الله مسيكم بالخير. احنا الان في نادي سيارات الملكي جاهزين انه نطلع لرالي اكتشف الاردن. طبعا هاي الجوله راح تكون جدا رائعه وجميله جدا، وانا متحمس جدا انا لاني متسابق وبرضه راح اكون اغطي هذا الحدث مع كرفان والرياضه كمان. بنحبكم، خليكم معنا. بلشنا زي ما انتم شايفين، وانا انعجبت من هلا. احنا عند شارع المدينه الطبيه، واول نقطه لنا راح تكون اللي هي زي يعني رحله حلو الواحد يتعرف على مناطق الاردن. للاسف ان السياحه الداخليه مش كثير منتشره، والناس تفضل دائما انها تطلع برا الاردن، ولكن في مناطق بالاردن ان شاء الله راح يصح لنا. انا مش عارف وين راح نروح لحد هلا، عم نلحق الكتاب، بس انا متاكد انه في مناطق جدا رائعه تستاهل ان نشوفها. والآن نحن دخلنا المدينة الأبية الجميلة، مدينة السلط، زي ما بقول عمر عبد الله توبيش أحلى من السلط. نحن دايما باتجاهنا إلى العارضة دير علة، يعني هينا هون. بس بقول لك في إشارة لازم نخش بالنص بيناتها لما نوصل 23 كيلومتر فاصلة 4 على اليمين مقام النبي جاد جادور. حتى بجوز في ناس ما بتعرف إنه في نبي اسمه جادور أصلاً. أنا ما كنت أعرف، يعني كل ما عم نطلع من عمان بصراحة الطبيعة عم تصير أحلى. زي ما انتم شايفين احنا الآن في قلعة عجلون، قلعة الربض، قلعة اللي شهدت العديد من المعارك والأمور الجميلة جدا. احنا لسه المشوار بأول ولسه ما خلصنا، بس حبينا هيك ناخد استراحة بسيطة، نشرب فنجان قهوة سادة من هالنشمي الشيخ. سلم ايديك يا رب. قهوة عجلونية على كيف كيفكم. عليكم يا اخوان، شو هالمناظر الحلوة هاي موجودة بالاردن. احنا عم بنشوف مناظر جدا رائعة. يا سلام احلاك يا بلادي. زي ما انتم شايفين احنا هلأ طلعنا من دير علة وباتجاهنا لمار الياس. طبعا الحمد لله الامور لحد هلأ مستتبة، انا ماشي على الكتاب، الامور منيحة، متأخرين شوي بالوقت تقريبا 10 دقائق، فراح اضطر اسرع شوي صغيره. معنا ليندا، كيف حالك؟ هاي اهلا. شو الاخبار؟ تمام جود. شو رايك بهذا ال رائع رائع جدا بصراحة، وجديد، وأنا كتير مبسوطة، ومرقنا من أماكن بعرفش إنها أصلا موجودة بالأردن. يعني شفتي الشلالات والأمور هاي قد إيه حلوة؟ برضه بعدين طلعت فوق السيارة وهيك، وحرام خاف الدرايفر اللي معاي مصطفى. طبعا هلا بدنا نجيبه. مصطفى تعال يا زلمة. ايش ابو سطيف، كيف حالك؟ شو الاخبار؟ شو اخبارك؟ كيف الوضع؟ الحمد لله تمام. دا حلو. السياره امورها كيف؟ السياره تعبت، بدها صيانه تامه. ها بدها تغيير سياره. طيب انتوا اول نقطه شوي الوقت داهمكم. ثاني نقطه، ثاني اول نقطه جبناها بيرفكت. هاي طلع على الملاذ داعي، النزله اللي ما لهاش داعي، هاي ضيعناها ثلاث مرات. هاي هي اللي انا تاخرت فيها 10 دقائق كمان. قلت تاخر فيها مبدئيا عادي. نزلنا حاليا من السلط عن طريق وادي شهيب، وحاليا طالعين على جبل نبو في مادبة. انا بصراحه كثير انبسطت لحد هلا ومبسوط. طبعا احنا مشوارنا طويل، لسه في عقبه وفي كمان محافظات، ولكن احنا راح تنتهي جولتنا في البحر الميت. ممكن نصور قطيع الجمال هذا نورجيهم كيف انه الاردن فيها جمال برضه. انظر الي، ناقه جميله، طبعا بربطوها برجليها عشان ما تفل، لانه هذا الحيوان اللي شايفينه احنا
حقه بوصل آلاف الدنانير. نرجع لعندي هلا، فكنا من النياق والجمال. مقام سيدنا موسى هلا هون برضو للي ما بعرف، هو قريب من مادبة هون. الجو لطيف جدا، درجة الحرارة قديش؟ 21. زي ما حكي. أيوة أيوة، هاي النعجة كيف حابة تندع؟ صور لي يا بالله يا. أيوة أيوة. واحدة من الشغلات، من الطرائف اللي بنشوفها بالطريق، مثلا بقطع حمار مرة واحدة بتنح بنص الشارع، نعجة زي هيك، ناقة، جمل، بني آدم مرات. بكر يعطيك العافية. الله يعافيك. بما أنك من الناس اللي شاركوا في هذا الرالي في التنظيم وبالمساعدة، كيف كان تعاون الناس معكم اليوم؟ بصراحة كثير كان رائع، كان يوم كثير بجنن، وخاصة أنه الطقس كان لا هو حامي ولا هو بارد، الناس جدا متعاونين، وكان الحمد لله لحد هلأ إيفنت رائع. إن شاء الله كمان اليوم الثاني راح أكمل نفس هيك. شفت إشي مثلاً عمرك ما شفته بحياتك، مناطق سياحية أو مناطق طبيعية؟ صراحة أول مرة بشوف عنا الأردن شجر لونه أحمر. هيك بنكون وصلنا لآخر مرحلة برالي اكتشف الأردن. صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها لإلي، وأنا انبسطت جداً، مع أنه كان يوم طويل وسكت كثير، ولكن التجربة والمناظر اللي شفتها والأماكن اللي زرتها هاي كلها خلتني ونستني التعب كلياته. إن شاء الله تكونوا انبسطوا معاي زي ما أنا انبسطت. المرة الجاية أبصر وين راح نكون، اطلع من طورك، بجوز يكون ماراثون، بجوز يكون دراجات، ما بنعرف. تصبحوا على خير.